مع بطل الشامبيونز ليج. شارك في النسخة الأولى في عام 2000 وواجه من؟ واجه النصر في المباراة الافتتاحية. النصر أول عالمي من كرة القدم الآسيوية، أول فريق. وفي مثل هذه الأحداث العالمية يا أبي الله لابد بأن نتحدث عن العالمي، عن نادي النصر السعودي اللي سبق وأن تواجد في هذه البطولة وكان أول من يصل من العرب مع الرجاء. Wyjechał do Arabii Saudyjskiej, do Al Nasr, a następnie właśnie do klubu Al Ain, który prowadzi. Al Nasr كان صاحب أول فوز عربي في المونديال. بطولة كأس العالم ومشاركة نادي النصر كأول فريق عربي. كأول فريق عربي إلى جانب الرجاء، أول فريق آسيوي آسيوي سعودي يتواجد في ذلك الحدث. هذا أمر لا يمكن أن يمحى من الذاكرة، سيبقى خالدا طالما استمرت هذه البطولة.